في أحبائي وأعزائي، شرحنا الدرس اللي فات وهو التقريب. النهاردة أحبائي طلبة وطلاب الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، معاكم من قناة الملكة والأميرة. النهاردة الدرس الثاني هنجرب وناخد يدوي. الدرس الثاني وهو عبارة عن المقارنة بين القصور. هنقارن بين القصور. هنقارن بين القصور. طيب لو أنا خدت دايرة، أدي دايرة أهو، ورحت أنا جيت هنا أهو وعملت كده أهو وعملت كده أهو وعملت كده أهو وعملت كده أهو، وهنا شربت حلو قوي، وهنا عملت كده، هنا رقم داير رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم اربعة، رقم خمسة، حلو قوي. الكسر المظلل كم كسر اهو؟ قلنا واحد اثنين ثلاثة، يبقى الكسر الذي يمثل الجزء المظلل ايه هو يا ولاد؟ بيساوي 3/5. طيب 2 الكسر الذي يمثل الجزء غير المظلل بيساوي، ايوه صح يا مستر، 2/5. طب ساعتها بيتقال ايه بقى؟ بيتقال ان 3/5 اكبر من 2/5، يبقى 3/5 اكبر من 2/5، لكن احنا بناخد بالصيغة الرياضية بتاعتنا. او بيتقال 2/5 اصغر من 3/5، وبتتكتب زي ما احنا قلنا بالطريقة دي، ماشي؟ تمام. بنستنتج ايه بقى من الكلام ده؟ خد بالك، قاعدة مهمة جدا. يا ترى ايه هي القاعدة الأهم دي؟ القاعدة بيقول لك إذا كان الكسر، إذا كان الكسر، الكسران، الكسر ده والكسر ده، مالهم؟ لهما نفس المقام، لهم نفس المقام، ماشي؟ لهم نفس المقام، ماله؟ الكسر بسطه أكبر هو الأكبر. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني 2/5، أو نقول هنا 4/5 و3/5، ده اسمه البسط وده اسمه المقام. لو المقام ده زي المقام ده يبقى اللي فوق البسط الكبير هو الأكبر، البسط الكبير هو الأكبر. يبقى القاعدة دي مهمة جدا جدا، وعايز أعرف تعليقكم، هل لما احنا شرحنا كده يدوي أفضل، ولا لما بنشرح الكمبيوتر زي الدرس اللي فات أحسن؟ عايزين نعرف رأيكم يا ولاد يا شباب، ماشي؟ خلاص ماشي. ايه تاني؟ جه بيقول لي مثال، جه بيقول لي مثال. ايه هو المثال يا مستر؟ بيقول لك ايهما اكبر، 5/7 ولا 9/7؟ يا مستر البسط هنا الاكبر، يبقى نقول له فعلا، هنيجي نقول ايه؟ ادي المقام متساوي، صح. لكن البسط 9 اكبر من 5، يبقى اذا نقول 9/7 اكبر من 5/7. طيب احبائي الطلبة، هنلاحظ، ناخد مثال تاني، نمسح كده، وناخد مثال اخر. خد بالك، ادي المثال،
يبقى هنا ايه المقارنة بين القصور. المثال بيقول لي ايه؟ لاحظ الشكل الآتي وقارن بين الشكلين. انا اهو شكل ماشي، ادي مربع، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وقفلت على كده وظللت ده وظللت ده وظللت ده وظللت ده وظللت ده، وادي تاني اهو، خد بالك، واحد اتنين تلاتة اربعة، وايه تاني؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خد بالك خلصت المسألة، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة. تعال نعد هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. طب هنا كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى دي هتتسمى على ايه؟ ايوه برافو عليك، المظلل، الجزء المظلل بيساوي خمسة على ستة، صح؟ وهنا الجزء المظلل ايه هو؟ ادي الواحد مظللة، الاثنين مظللة، الثلاثة مظللة، الاربعة مظللة، الخمسة مظللة، بس هنا بتساوي ايه يا مستر؟ خمسة على تسعة. حلو قوي، بنلاحظ ان الجزء المظلل هنا يعني هنا خمسة على ستة، ها مالها اكبر من خمسة على تسعة؟ لو هنا القاعدة بتقول لي ايه بقى؟ لو البسط متساوي يبقى، اذا يبقى الكبير الاصغر في المقام. يعني ايه كلام الكلام ده يا مستر؟ يعني هنا البسط زي بعض، يبقى مين هنا الكبير؟ الصغير الاصغر في المقام يا اولاد. يعني هنا خمسة على ستة اكبر من خمسة على تسعة، هي دي القاعدة. اذا كان اهي القاعدة هنقولها هنا اهو، اهو نكتبها هنا كده اهي، ممكن تكتبها معايا. اذا كان الكسران لهما نفس البسط اللي هي الخمسة اللي احنا قلنا عليها، فإن الكسر له المقام الأكبر هو الكسر الأصغر. الله الله عليك، تمام. طيب تعالى وناخد أمثلة رائعة عشان نشوف الدرس. تابع الدرس الثاني وهو المقارنة بين القصور. النهارده مش هناخد الدرس كله، هناخد بس التدريب ده، تدريب ماشي. بيقول ضع علامة أكبر أو أصغر. التدريب بيقول لي 3 على 4 مالها، وهنا 5 على 4 ده 1 2 7 على 6 7 على 2 رقم 3 5 على 9 5 على 4 رقم 4 سبعة على اتناشر تلاتة على اتناشر. هنا المقام زي بعض، يبقى ناخد الكبير فوق، ناخد ايه الكبير فوق، يبقى نقول له هنا الاكبر. برافو عليك. الاتنين هنا ايه؟ خد بقى هنا الاختلاف بقى، هنا ايه الاختلاف؟
هنا 3 على 4 قلنا هنا تحت بعض، هنا البسط زي بعض، يبقى الصغير هو ايه الاكبر. برافو عليك شاطر. هنا البسط زي بعض يبقى ناخد ايه؟ برافو عليك الاصغر. الاصغر هو الكبير تحت، الاصغر هو الكبير ايه تحت. هنا اللي تحت زي بعض يبقى ناخد الكبير اللي فوق. يبقى لو اللي فوق البسط زي بعض ناخد ايه؟ الاصغر هو الكبير. معايا احبائي الطلبه؟ هناخد مثال كمان، وناخد مثال كمان. هنا مثال بيقول لي رتب الكسور الآتية تصاعديا. يعني ايه تصاعدي يا مصدر؟ يعني من الأصغر للأكبر. كلام جميل جدا. بيقول لي 3 على 17، الله، 1 على 17، 8 على 17، 5 على 17، 19 على 17. يبقى طبعا اقول له الواحد الاول يا مستر ده بتاعت ايه يا ربها؟ 3 على 17 يا مستر، بعد كده 5 على 17 يا مستر، بعد كده 8 على 17 يا مستر، بعد كده 19 على 17 يا مستر. مثال تاني بيقول لي القرد بيسأل، القرد اهو بيسأل بيقول لي يا مستر انا عايز رتب تنازلي، يعني من الاكبر للاصغر. 7 على 9 ماشي، 5 على 9، 8 على 9، 4 على 9، 11 على 9. مين الكبير هنا؟ يبقى 11 على 9. تمام، 11 على 9، وبعد كده 8 على 9. تمام، 7 على 9، 5 على 9، 4 على 9. طبعا يعني عايز اقول ان احنا عشان ما نطولش عليكم احنا هنكتفي النهارده بالحد دلوقتي، ومحتاج رايكم تقولوا لي احنا كنا ماشيين على الكمبيوتر صح ولا كده الافضل. احبائي واعزائي ما تنسوش قناتكم، قناه الملكه والامير، وان شاء الله هنبقى نعمل قناه تعليميه كده ناجحه ثانيه ان شاء الله. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، امين.